يا صباح الخير، يا صباح النور. دونك مرحبا بكم مرة أخرى، يتسدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم في اللايف. معكم شيف مؤمن في الكوجينة بتاع الدار، باش نحضروا مع بعضنا العديد من الأطباق كما استأنسنا ومن أول رمضان توا. هنا نحاولوا باش نعطيكم دبارة، للي ما عندوش دبارة ينجم يتابعنا على الفيسبوك صفحة شيف مؤمن بن يونس، على انستغرام يلقى زادة لي بوبليكاسيون شيف مؤمن بن يونس، وللي فلت الرديف ينجم كيف يلقى في شين يوتيوب شايف مون بن يونس، يلقى الدبارات الكل اللي حضرناهم من اول رمضان لتو. دونك مره اخرى نحاولوا باش نعطيوكم لي روسيت اللي نتوما تحبوها. نتوما تنجموا تفعلوا معانا باللي كومونتير، تنجموا تخلوا لنا الدباره نتاعكم، واللي ما عندوش دباره معليه كان يتبعنا بعدين رايو في الدباره. نحاولوا نعطيكم وصفه زمنيه من قهر خابيه بالتوش نتاع التوش نتاعي انا، وان شاء الله تعجبكم. صباح الخير وصباح الفل للناس الكل. هاكا دونك صباح الخير مريم، صباح الخير ايمان، الجميع اللي التحقوا بينا توا وقاعدين تابعوا فينا على اللايف. نقول لكم ان شاء الله بفضل ربي نعملوا سويعة كي لايف باهية، كيما نقولوا في الكلمة هذيا تاع 66 كيف، في منيو بنين، منيو خفيف، منيو ما يتكلفش، ما يطلبش برشا وقت، ما يطلبش برشا جهد. دونك ما عليكم كان تابعوني على اللايف وتعطيونا رايكم في الروسيت. كيف كيف تنجموا تفعلوا معنا، تخلونا كومنتات، تنجموا بارتاجيو اللايف باش تحصل المنفعه للناس الكل، واللي عنده روسيت يحب يسال عليها ينجم يخلي لنا ميساج واحنا نجاوبوه. دونك بونجور ليليا، بونجور اسكندر، بونجور يمينه، بونجور بونجور. نقول لكم شنو الدباره نتاع اليوم. مديحه بليونس بونجور، عاليه صباح الخير، صباح الخير للناس الكل، راني نحبكم ونبدا صباحي عامل جو باللي كومنتير اللي تخليهم لي توا سيرتو في اللايف، وكي نلقى نومبر كبير برشا سيرتو نتاع الناس اللي قاعده تفاعل معايا في الديريكت. به عواطف صباح نور، مرحبا بكم، منور منور بوجودكم الكل. نبداو في الدباره. الدباره نتاع اليوم زاده كيف كيف، اخترنا لكم شربه يظهر لي يلزم ولد بحر يكون تيتولير. نقولوا احنا بالنسبه لينا اخترنا لكم تشيش بالقرنيت. دونك تنجموا تقولوا لنا انا باش نعطيكم الروسيت نتاعي انا كمؤمنه، مش روسيت لا نتاع الجدود لا نتاع ولاد لا حتى شي، روسيت نتاعي انا كيفاش راها بالفيزيون وبالطريقه نتاعي. وانتم كيف كيف قولوا لي كيفاش تحضروا تشيش بالقرنيت. من بعد عندنا سلطة، السلطة باش ندرسيوها بطريقتين. دونك عندنا طريقة القديمة الزمنية وعندنا طريقة أخرى تشوفوها وتعطيوني رأيكم. لميا وسمية، صباح النور، صباح النور. مع السلطة عندنا لازانيا، لازانيا تعمل 66 كيف، هذي حاجة لبنانية. باه الجماعة كيف كيف سالوها بونجور. مع اللازانيا شنو باش نحضرو؟ باش نحضرو ديسير بنين وخفيف، مي ديسير زاد كيفيف على طريقة نتاعنا احنا، يعني ان ديسير دي كومبوزي. ديسير باش يكون بالموس تاع فروماج وموس نتاع قهوة وبحاجة أخرى زادا يلزمكم. واو القرنيت اليوم، أي القرنيت اليوم، شوف تبارك الله، اللهم صل على النبي. نوريكم هذوما حاضرين سلايطة وتعطيونا رأيكم بسياسة بسياسة. ذكركم قلت لكم على طريقة بالنسبة للتحضير نتاع المنيو. بونجور نجلة، بونجور فاتن، كاميليا بونجور، للناس الكل اللي تحكوا بينا. نقول لكم ان شاء الله يعجبكم المنيو. وانتم زاد كيف كيف قبل كل شيء قولوا لنا على الدباره اللي باش حضروها اليوم، سيرتو نعرفوا توا ال 15 يوم الاولانيين تعداو وتوا ولينا نحيروا برشا 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 في الدبارات. قولوا احنا هكا واحد شعره طاح من الدباره، اي شعري طاح من الدباره اللي لوجوا عليها. ما عليكم كان تتفاعلوا وتقولوا لنا شنو الدباره نتاعكم، وتقولوا لنا زاد كيف كيف شنو رايكم في المنيو اللي باش نحضروه، وكيفاش بطبيعتكم زاده كيف كيف تحضروا. اول حاجه قلت لكم للجماعه اللي تحقوا بينا تشيش بالقرنيت، مع تشيش بالقرنيت عندنا سلطه بالقرنيت زاده كيف كيف، باش نعمل باش نبدلوا الدريساج. عندنا لازانيا، يعطيك الصحه ليليا، بونجور لهام، سماح، نور، الناس الكل، تيسير، للي تحقوا بينا. وعندنا ديسير دونك ديوم تاع موس، خلينا موس تاع فروماج زدناها موس تاع كافيه، حضرناها مليح مليح مع بسكوي تتشوفوا من بعد الدريساج. به بونجور شيف من دبي ناجح. نقول لكم فيسع فيسع على السريع على السريع على السريع على السريع للي طلبني في الروسيت نتاع البريك دانوني، وللي شاهي الروسيت تاع البريك دانوني. دونك 200 غرام سميد، عليهم 100 غرام فرينه، شويه ملح، ثلاثه مغارف زيت والا زبده ذايبه، خلطوهم كل مع بعضهم بسياسه بسياسه. فما شكون يزيد الزعفران ولا الكركم، هذه بالنسبه للروسيت. نزيد نعاود نذكركم، دونك 200 غرام سميد، عليهم 100 غرام فرينه، عليهم 3 مغارف 3 مغارف زيت والا زبده ذايبه، شويه ملح، وفما شكون يحط زعفران ولا كركم. حاجه اخرى زاده بالنسبه للسميد،
فما شكون يحط سميد متوسط وسميد جويت، دونك نجمو نعملو الميلونج يعني ان تيير دو تيير زوز، يعني دو تيير سميد جويد على ان تيير سميد خشين، هكا يبدا مزين بالنسبه للبريك دانوني. بالنسبه للفارس هذا كيف كيف، نعطيكم زوز نخرج كومنتاريات كوكوحه مزاوية تيجا سعيده بربي شيف، باش نسالك انا كي نطيب لازانيا تجي تبدا شويه شويه عمالها باش تجي تريق به. انا نقول لكم تتراو ليزاستيس تاع لازانيا الكل وكيف كيف، نعطيكم الديتاي وما نخبي عليكم حتى شيء، سر من اسرار الكوجينه اللي تلقاوها في المطابخ العالميه ولا حتى التونسيه والمطابخ المشهوره في تونس الكل من وقت للريستورانات. دونك بنفس الروسيات نحاولوا نعطيكم شنو هو الديتاي به. كما قلت لكم بالنسبه للبريك دانوني هذيك الروسيات، الفارس باش تكون اللحم مفروم، شيف دي زيدي للعيد بليز بيان سور، باش يكونوا بخوذة ربي عنا لي زيدي باش نعملوا خبز تاع العيد، باش نعطيكم لي روسيت، باش نحاول بخوذة ربي الايامات الجايين الكل نحاول نكونساكري وقت باش نعطيكم لي روسيت. انتوما هاكا من توا قيدوا عندكم ورقه وستيلو، حضروا رواحكم باش تبداو تقيدوا ورقه وستيلو ابارتير من غدوة بخوذة ربي ان شاء الله نبدا نعطيكم لي روسيت الكل نتاع خبز العيد نتاع الحلو اللي تحبوه الكل. ابار الحكايه نتاع الجروب مانيش ناسيها، توا بخوذة ربي نحضروا الجروب ونبارطاجيو عليه لي ريسيت الكل به. دونك باش نبداو كيما العاده والعويد بالنسبه للتحضير نتاع لي بريباراسيون نتاعنا الكل، باش نحضروا اون باراليل. بونجور عفيف، به ميرسي بوكو فاتن. ما خابي عليكم حتى شيء، كيما قلت لكم نحاول نعطيكم لي ريسيت اللي احنا جربناه ولي ريسيت اللي احنا نعرفوهم ونعطيكم لي زاستيس وديتاي. ديما راهو الفرق ما بين بريباراسيون بريباراسيون لي زاستيس وديتاي، دونك يعني الطريقه نتاع التحضير نتاعي انا تختلف على طريقه نتاع التحضير نتاع انسان اخر، ما تبقى انت تنجم تجرب الطريقه نتاعي انا ومن بعد تقولنا رايك. مدير زيد معاك يعطيك الصحه الهام. دونك كيما فسرت لكم الحاجه الاولانيه نبداو هكا في اللايف ونفعلوا مع بعضنا، انتم هكا قول لكم شيء قولوا لنا شنو الدبار نتاعكم، للي ما عندوش دبار هكا هكا عندنا يعني دبار انا احنا نعطيوها في الدبار. باهي هذايا نحيو من حذيرة نبداو بالسياسه بالسياسه باش نحضر كيما تقولوا انتوما. عالسلامة عالسلامة الناس الكل اللي خلطوا معانا. دونك قاعدين باش نحضروا شوربة، شوربة فريك، شوربة فريك مكرونة بالصلصة هاي ومرقة مالح سوابع بريك بالدجاج سوب دو لونتي، اللهم صل على النبي امينة. حاجة بنينة برشا سيرتو لونتي، كنا ذكرناها ذكرنا المنفعة نتاعها. سيكم جوست الكاميرا باش تتبعوني. المنفعة نتاع اللونتي، بالنسبة للونتي ماذا بينا نزيدو قارص باش البدن ينجم يبصر بي الحديد اللي موجود في العدس. باه انتوما زادا كيف كيف تنجمو تقولولنا بونجور شيف فوندون شوكولا. باه ان شاء الله تعطيكم ريسيت الفوندون شوكولا. انتوما زادا كيف كيف تنجمو تقولولنا الطريقة نتاعكم كيفاش تحضرو التشيش بالقرنيط. دونك نعرف فما ملايين ريسيت بالنسبة للتشيش بالقرنيط، وانتوما تعطيونا رايكم قولونا كيفاش حضرتوه وكيفاش باش تحضروا. شيف توا كي خلط شنو المنيو؟ المنيو اول حاجه عندنا سلطه نتاع قرنيط ومعها كيف كيف تشيش بالقرنيط، مع تشيش بالقرنيط عندنا لازانيا تاع 66 كيف، مع اللازانيا عندنا موس لازانيا بالدجاج والبرجين بنينه برشا. بيان سور راهو يا ميلين اون روسيت بالنسبه للازانيا ولي بريباراسيون تاع لازانيا، مي تنوع ليكم كيف كيف الطريقه التونسيه، خذينا الطريقه التونسيه والطريقه الطليانيه. بدرخان بونجور. دونك خذينا طريقة تونسية وطريقة طليانية باش نحضرو لازانيا بنينة. باهي نبداو كالعادة نحطو شوية زيت نجمة ديو كوتو دو شيف كالعادة لباشا يقولك سكينة كبيرة، وحنا غرامنا في الكوجينة غرامنا بسكيكن سيرتو لي كوتو. دونك باش ناخدو البصل، ذكركم بالنسبة قبل كل شيء نشكر حازم العيسى على راديو بون لونوغ على الرديف، نقول له خويا يعطيك الصحة اللي هو حازم وتحومتي، نقول له ميرسي بوكو، علي فور اللي تعمل فيه، خالد عويش تونيسكوب زاد كيف كيف، نذكركم زاد نشكركم انتم اللي قاعدين تتابعوا فيا يوميا باش نعدي اللايف بنين، لايف نقول له يعمل 66 كيف، روسيت الخبز ان شاء الله، بطاطس مضبوط وسلاط بشوية وتاليتيلي صوص بيستو، لوبيا خضراء وشوية من البارح، اللهم صل على النبي. به نبداو بالحاجة بالحاجة، حطينا شوية صل. دونك جينيرالمون بالنسبة للروسيت نتاع التشيش بالقرنيط راهي تختلف كل من بلاصة لبلاصة. دونك احنا باش نحاولوا نعطيكم وصفة بلوتو، باش نحاول نعطيكم وصفة كيما راها في الفيزيون تاعي انا.
وانتم زيدا قولوا لي شنو هو رايكم. دونك هكا هكا باش تراو مليح مليح. هادينا شويه كبسه عن الخريط عمر سو مي ما سمعتناهوش. دونك فما زيدا بالنسبه لوسيف شكون اسمه الكارنيت يقول لك ناخذوا باش باش يتيم لي. بالعكس احنا ما حناش مزروبين مازال عندنا الوقت ما شاء الله. مش كيما البارح مزروب هذا موجود. نحطوا القرنيت اللي قاسينيه عمر سو قريهم هالبصل دونك مع القرنيت بالنسبه لينا شويه بصل باش نزيدو شويه ثوم. هذاك هو اللي باش يبنن بالفورم تاع السكينه كيما العاده. هكذا نزيدو الثوم هاي كذا زيك وديا نحطوه مع القرنيت. دونك كيف كيف قلت لكم تنجموا تفاعلوا معنا تنجموا تخليونا كومونتير تنجموا تقولوا لنا كيفاش تراو حضروا الطريقه نتاعكم نتاع التشيش بالقرنيت. شيخ شويه طماطم معجونه من الناس الكل اللي خلطوا توا ومازالوا ما يعرفوش شنو هو المنيو وما عندهمش دباره ما يعرفوش شنو باش يدبروا عليهم يتبعوا شنو هي دباره اليوم. دبارة عندنا تشيش بالقرنيت عندنا صلاة نتاع القرنيت زاد كيف عندنا اللازانيا ومع اللازانيا عندنا الديسير موسم تاع شوكولاتة موسم تاع قهوة بلوتو بنينة برشا. تابعوني توريكم كيفاش باش نحضروها. دونك حلينا شوية ثوم شوية بصل شوية طماطم معجونة ما نحكيلكمش على النكهة البنينة بسيسة بسيسة هكا هكا. فهو خويا بالنسبة اللي فيها زيادة كيف كيف ما تسحقش برشا فيها كيفاش كيف يدق يطيب بالباهي. بونجور عليكم والله يحفظكم يفرحكم باه. صحيح ليليا بالنسبة للقرنيت يعني كي دق كيما نقولو احنا يولي باهي صحيح يعني هذيا حاجة ما نقولوش انه القرنيت المخبط كاين نكهة أخرى. ويا حب هذايا كان عندنا قرنيت شايح كان عندنا قرنيت شايح وقتها تشيش بالقرنيت عالمي. جينيرالمون بالنسبة للسيت كيما قلت لكم راهي تختلف بالنسبة للتشيش بالقرنيت. أنا تنحاول نوريكم بالكاميرا بالتليفون نوريكم هكا التقلية هكا بالنسبة للتشيش بالقرنيت. هذه تشيش هاكا كيف كيف نفس الاستوس اللي انتم كيفاش حضروا كمونيه بالقرنيت زيادة بالفيح نتاعها شويه ملح بعد ما نسيوش ما نكثروش بالملح. علاش خاطر سيرتو القرنيت يسيب الملح نتاعو. توا نمركو ونخليوه يفيد سله سله يعني ماهناش مزروبين. فما دو استوس بالنسبه للتحضير شوربه فريك. الاستوس الاولانيه نجم نحضروا نقليو يعني الشرب الفريك ومن بعد نمرقو. وفما السوس الثاني تحضر صوص ابار ومن بعد في الاخر قبل بدرجين ربع ساعه تصب الشرب الفريك. دونك نتوما عندكم شوا باش تختاروا او يعني تاخذوا الطريقه نتاعي انا وطريقه نتاع عباد اخرين وعندكم ديسيزيون في الكوجينه نتاعكم كيما تحبوا تشتيو. نزيدوا نمرقو. فما كيف كيف راه شكون بالنسبه للتشيش بالقرنيت شكون كيف كيف يفوقوا يعني فيه يقول لك نحط شويه زعفران نحط كل واحد وكيفاش يشتهي شنو يحب. ان غو ميرسي بور توا وسي شيف ديما تبدع وديما منورنا منور بوجودكم كل اللي تابعوا فيا سيرتو في اللايف. كيما قلت لكم يعني قاعد نحضر اما فاسون بالطريقه نتاعي يعني كل واحد في المطبخ نتاعو يحضر بطريقته. انتوما زاد كيف كيف تنجموا تحضروا بالطريقه نتاعكم تاخذوا هكا الطريقه نتاعي انا كان عجبتكم من سيرش ابليكيوها سينو تنجموا تحضروا بالطريقه نتاعكم. ونقول لكم كيف كيف تنجموا تدخلوا على الدباره نتاعكم واللي ما عندوش دباره ينجم يلقى الدباره اليوم. دونك اللي يمشي للخارقه تلقى هي تحيه لهي الخارقه وهي اللي سفيقت الناس الكل اللي تابعوا فينا في اللايف من تونس ولا من خارج ارض الوطن واللي مش في ارض الوطن نقول ان شاء الله ربي يرجعك بسلامه. دونك هذه باش نخليو ليتاب الاولانيه حضرنا الشوربه فريك بالقرنيت ما سمعتش القرنيت قال لي نهي القرنيت باش يعطينا النكهه نتاعو.
الفهم تاع تشيش بقرنيط كيفاش. باه كروما هيثم طرابلسي برافو شيف. بالنسبه للكروما الفاح راهو جوست تحط شويه بركه ملح يعني انا قاري الكيل نتاعي بالنسبه للملح مي جينيرالمون ما يتفوع ما يتفوع كان بعد من غير فهريسه باش تعطي نكهه. فما شكون كيف كيف يعطي طرق اخرى لتحضير القرنيط والدبارة زاد كيف كيف نجم نحضروا كامونيه ان نوفو جو ان نوفو منو بيان سور. الحمد لله ان شاء الله كل نهار بقدر ربي كل نهار نعيشوه نحمد عليه ربي ونحاولوا باش نحضروا حاجه باهيه منيو بنين منيو بطريقه نتاعنا منيو حاجه من قاعده خابيه حاجه زمنيه ولا حاجه جديده ريفيزيتي على الطريقه نتاعنا في كيما نقولوا احنا زاد كيف كيف باللمسه السحريه. اللازانيا بشويه نجم نعاود الصوص باش فواح به باش مانيش باش نخبي عليكم كل شيء كيما قلت لكم باش نوريكم شنو هو باش نحضروا بالسياسه بالسياسه بالسياسه. يعني حضرنا تشيش بالقرنيط عندنا سلطه تاع بعد نقصوا على الجو نوريكم قصان شويه ونوريكم الدريساج ونوريكم زاد كيف كيف طريقه اخرى باش تلقاوها في الريستورونات الرونومي الكبير برشا طريقه نتاع دريساج نتاع سلاد دو بولب. نقولوا احنا دريساج الكريزي فود هذه بالنسبه للطريقه. وكيف كيف عندنا باش نزيدوا مع القرنيط شويه ترفيس. هاي خويا مرحبا يا خويا ايجا موجود لميا والنيش ميرسي بوكو ديجا يعطيها الصحه هاي قاعده تبارتاجي في لي روسيت قاعده تعاون يعني شوف العباد الحاجه الباهيه المنفعه اللي انا فرحان لها للناس الكل ولاو يطيبوا كوجينا ولا تبارتاجي لي روسيت الكل. خذ لكم بك على روسيت تاع بريك دانوني ان شاء الله نوعدكم قدرة ربي افرتي من غدوه نعطيكم لي روسيت الكل كل نهار هاكا نعملوا سيربريز نوريكم دوكر روسيت. اتشيش بالقرنيط ما نحكي لكمش شاهي بسيسه بسيسه خليوها سله سله ما احناش مزروبين نتعداو توا باش نحضروا الصوص. دونك قبل كل شيء باش نحضروا اللازانيا. بالنسبه للازانيا عندنا الصوص عندنا البشاميل باش تحضر اون باغالي باش نحضروا اللحم مفروم باه نحطوا فيه تابل كرويه وفلفل الاحمر زيادة ليليا هاجر سونيا باه كيما قلت لكم راهو انتم عندكم طريقه انا نحاول نعطيكم طريقه راهي ماهيش طريقه نتاع امي ماهيش طريقه نتاع مامتي طريقتي نتاعي انا كمؤمن فهمت يعني خذيت الطرق نتاع تحضير التيش الكل وانا اللوغو هذا يعجبني فون فيرمي ابريوري اون دوفيان تو برو ان شاء الله بقدرة ربي توليو شيفين كبار برشا وتوليو يعني تفهموا في الكوجينه في برشا حاجات به تبعوني بالسياسه بالسياسه. بالنسبه للازاني شنو باش نحضروا قبل كل شيء يقول لك والله يسمع الصوص بالفيون داشي راهي تبارك الله برشا حطينا كونتيتي حطونا كل شيء دونك اي مع السلاد بول بلاصه باش نزيد شويه ترفيس في البودر نتاع في بلوتو في البيوري. دونك قبل كل شيء باش نوريكم زاد سر اللي انتم يلزمكم تعرفوه موجود باش ناخذوا شويه كلافس شويه بصل شويه ثوم شويه سفنيره الكل يترحب مع بعض هذوما يتزادوا للحم مفروم. دونك هذاك علاش ساعات تقول والله مش خيط لازانيا مش خيط طعم 66 كيف ريالمون سي لا غارنتور اروماتيك اللي هي اللي تبنن واللي هي تعطيك الفوليوم يعني على الكونتيتي هذيا اللي هي 30% بريسك من الكونتيتي تاع الحم مفروم باش نزيدوها باش نحضروا صوص الحم مفروم طعم 66 كيف باه سهله العمليه. اليوم خدينا الحم مفروم مع عند شركه فرح اللحوم باش نزيدوه كيما قلت لكم شويه سفنيريا شويه كلافس شويه بصل شويه ثوم هذوما كل نلحيهم كل مع بعضهم وانا زدت طمطومه وحدك في البنا يا شيف عاش خويا الازهر. دونك هذوما كل لحيتهم مع بعضهم كيما تراو هم هكا دونك سفنيريا وكلافس وبصل وثوم هكا فما الماء حتى البصل وثوم وكعبه طماطم هذوما الكل نلحيهم مع بعضهم. الطريقة الأصلانية نتاع تحضير اللازانيا راهو جينا مو حتى في إيطاليا وجابوا حدانا تبارك الله شيفين طلين ووريونا الطريقة نتاع تحضير اللازانيا. راهو فما شكون يقول لك اللازانيا تحضر باللحم مفروم مي الروسيت القديمة الزمنية راهو ما تحضرش باللحم مفروم تتقص بمرسو يعني اللحم يتقص أو مرسو أون تي دي أون تي كوب يعني ما مش باللحم مفروم باش الجماعة يعرفوا اللي الفرق ما بين اللازانيا يقول لك هاكا ها واحد يقول صحيح والآخر يقول لك مش صحيح. نجم نعطيكم الروسيت دو ديبار ونجم نعطيكم الروسيت نتاعي انا والروسيت كيف كيف اللي ادابتي في تونس الكل اللي نحضره يعني كي تمشي نهار اخر في الريستورون ولا عندك كونتيتي نتاع اللحم المفروم باش تحضر لازانيا راهو نجم تحضر لازانيا تاع 66 كيف باش نحطوا البريباراسيون اللي قلت لكم عليها اللي هي كلافس كاروت ونيو اي سيليري وشو كعبه طماطم باش نحطوها قليله في الزيت نزيدوا اللحم المفروم حاولت نقصتو كيف كيف هاوس قصته
والله سهلة والله. شوف ما تستحقش تكنيك كبير برشا. بالنسبة للقصان الثوم ستار، بالنسبة للقصان الثوم يعني يلزمنا نكرسيوها بسياسة بالبوم نتاع السكينة، حاجة سهلة يعني ما طلبش برشا جهد. تبعوا هاكا البلاك سهلة، هاكا البلاك تعاوننا بالفول اكزيليون. هاكا ريتو من اول رمضان توا ما الحق وما نتعبش بيرسونيلمون، مسحة صغيرة تكون البلاك مبيتة. باهي كما قلت لكم باش نحضروا اللازانيا بالطريقة نتاعنا. اللحم مفروم حاطينيه في شوية مع شوية في زيت، وزدناه الجارنتيرا روماتيك اللي هي كاروت اونيون اي سيلري. كيفاش عارف اللي وحدك في بالنا واحنا ما ذقناش؟ والله اسمعني نقول لك حاجه، قلت لكم سر من اسرار اللي في اللايف من قبل، قلت لكم راني نطيب باغامور يا فيك امور. يعني اذا فما شويه ناخذ قلبي قص منه شويه دوبليش دوبليش، نحطه مثال في اللازانيا يعني نقص شويه منه ونحطه في التشيش. وبقدره الواحد الاحد قدره الواحد الاحد تكون ماكله بنينه تاع مسترسين. كيف صح يا خويا طه؟ دونك سو سون لي استوس دو شيف. كيما قلت لكم يعني مانيش خابي عليكم لي استوس، كيما نحضرها انا على الطريقه نتاعي. نزيد نعاود هاكا باش تعرفوا حاجه، على الطريقه نتاعي نحضر لكم لازانيا تاع 66 كيف بنينه كيما تلقاها في الريستورانات الكل. يعني نهار اخر ان شاء الله قدرت ربي يحيينا حي ونتقابلوا في ريستوران من لي ريستوران الكل، من لي ريستوران الموجودين في تونس ولا في اوتيل ولا في حاجه، وذوقوا اللازانيا تعرفوها تقولوا هذه ظاهره اللازانيا نتاع شكون. يعني ريسيت بالبنه نتاعي انا كما قلت لكم، الحب والغرام راهو الحب اساس كل بلا ناجح. به اتلين يا سيدي بنسيدي كتلين، يحطوا شويه مغرفه طماطم معجونه. بالنسبه لل للصوص نتاع اللحم مفروم نحطوا مغرفه طماطم معجونه باش ناخذوا شويه بيستو. سي سا لا كويزين، هي بالطبيعه الازهر ماكله نفوس صحيح. دوك عندنا صوص بيستو نتاع بالجميع ديجا حاضرة، باش نعطي مغرفة صغيرة أخرى باش نكه بها مع اللحم المفروم سيرتو والحبق. يعني عندنا نكهة أخرى. سامي بلدي بونجور عفيف ميمي ربي يعينك ميرسي بوكو. كيما قلتلكم راهو حطو شوية ملح، حطو شوية فلفل أكحل. وكيف كيف راهو نتوما تنجموا تجتهدوا من بعد وحدكم وحدكم وحبكم. قلت ربي توليو شيفان يا سيدي بن سيدك، ابار توليو شيفان اني البزكر صح شيف انت احسن بي مرحله اللي انت صاحبي وديما عايش يا انور. ربي يخليك يا انور، ميرسي بوكو خويا ربي داوم عشرتنا. كيما قلت لك راهو نتوما من بعد انصر تفهموا، نحبكم توليو تفهموا، توليو تعرفوا الفرق ما بين ان غورمون يا ان غورمي. يعني كي ذوق البلا هذي تقول والله راهو ابني، والله مش ابني، والله ناقص كل تيل انغريديون. هذيك هو الحاجه اللي احنا نحبوها. به كما قلت لكم هكا قاعدين نحضروا وننقل لكم في اللايف. يعني كي نقول لكم والله راهو ريحه بنينه بالحق، راهو ريحه بنينه. زدنا حاجه شيء حطينا كلافس شويه سنينه شويه بصل شويه ثوم كارو طماطم، زدنا شويه بيستو باش نزيد بعد هنا بيدي شويه بيستو. من بعد باش نعمل صوص بشاميل. بالنسبه للصوص بشاميل دونك طون بور طون على قد الزبده والمارغرين على قد الفرينه، باش نحضروا مع بعضنا صوص البشاميل. لاستوس اللي يلزم واحد فيهم بارد، يعني يا الحليب بارد يا البريباراسيون الرو هي اللي بارد. باه باش ناخذوا قبل كل شيء عندنا فرينه الورده، عندنا شويه مارغرين قدينا. يعطيك الصحه شيف، يعطيكم الصحه انتم زاد كيف انا نحاول بقدره ربي كيكو سوا في اللايف توا في رمضان ولا نعدكم حتى بعد رمضان. ما نخبي عليكم حتى شيء، لي زاستوس لي ديتاي الشيء اللي نعرفه كيكو سوا في الفورماسيون والا من خلال تجربتي في الكوجينه بقدرة الواحد حد. ما نخبي عليكم حتى شيء، نوريكم الديتاي نتاع ديتاي نتاع الكوجينه، نوريكم اسرار الكوجينه. يعني تبعوني بقدرة ربي نوريكم اسرار الكوجينه في اللي نعرفوها في لي كوليس. دونك باش نحضروا الرو، الرو اللي هي طون بور طون 50 50. مراد باندا معلم عايش خويا مراد. دونك طون بور طون من خلال الخبره من بعد تو بالسياسة توليو نتوما ديزيكسبير تفهموا في الكوجينه. الوغ اون ا تروفي ان نو ا تا كوزين اون با با سانكور. باه
دونك ما يسالش مليح هاوك عاوننا انت اعطينا كل شنو هو السر سيد هنا ما تحرقش انا سيدي بن سيدة كنقول لكم اللي مجبرني حدا حد باش قريت في كوجينا وفير اللي انا قريت في سيدي دريف وعملت كوجينا يعني الفرق اني انا عملتها بغرام عملتها بحب عملتها بمحبة الحاجات هذوما الكل هما اللي عاونوك السر نتاع النجاح في المطبخ وفي الكوجينا ابار انفوس ابار كل شيء انك انت الحاجه اللي قاعد تعمل فيها تحبها اذا الحاجه اللي تعمل فيها تحبها راك تنجح في حياتك في اي دومين ومهما دومين الحاجه اللي تعملها تنجح فيها اذا انت تحبها ربي يبارك لك في صحتك يعطيكم الصحه والله بالحق ميرسي بوكو تبارك الله 15 يوم تعداو حلوين برشا خفيف مازالوا 15 يوم ثانيين انا قاعدين نحضروا مع بعضنا نحبكم ديما ناشطين هيا وينكم هيا وينكم تحركوا شويه وقولوا لنا شنو الدبار نتاعكم وشنو حضرتوا المنيو اليوم للي ما عندوش منيو ينجم كيف كيف ياخذ ريسيت من اليوم نذكركم شنو باش نحضروا باش نحضروا شيش بالكارنيت او سله سله قاعد يطيب عندنا كيف كيف لازانيا دوك عندنا صوص بولونيز هيا تحضر بسياسه بسياسه السر نتاعها الحمى فروم والجارنتور اللي قلت لكم عليها الرو اونكور كيف كيف راهو اي انسان ياخذ صوص دو ديبار ومن بعد راهو يزيد يجتهد هذاك هو الفرق وهذاك هي الفايده انه هو يعمل البلوس البلوس باش يكون موجود كيف كيف في الديتاي مهدي الويتي تستيره بالحوت صح صح يا سي مهدي فادي هاني نتبع فيك به دونك الحاجه الباهيه قلت لكم اللي تبارك الله اللهم صل على النبي بعد الكونفينمون بعد كل شيء توانسه ولات الكل الطيب وحاجه تفرح برشا برشا هاكا ساكري ان كونترا دو كونفيونس من بعد اذا هما باش يخرجوا يمشيو للريستورونات يوليو يعرفوا يوليو يساف تري بيان الفرق في الماكله الفرق في برشا حاجات به قاعده بسياسه بسياسه صوص بولونيز تحضر الرو الرو كما قلت لكم من خلال من بعد الخبرة تنجمو تحضروها حطينا شوية فرينة الوردة فرينة باتيسير زدناها دوس رفيق بونجور شيف بونجور أحلى شيف ميرسي بوكو يعطيك الصحة نعملو ريق رند شيف ولا مش لازم به الأزهر باش نقولك حاجة كما قلت لك يعني تنجم تحط الرند مش ما تنجمش تحط الرند مي سيرتو أنا اخترت البيستو دونك اذا باش نحطوا الراند مع البيستو سافوس شويه لوغو فتيلي بيع علاش ما شفناكش سني فتيلي دونك سني اخترت في اللايف حاجه باهيه في الكونفينمون نسالو تروبي برشا واحنا جمعتنا سيدي دريف وصدقني كي راك هكا نفرح اخي ربي معك ميرسي بوكو عملت نواصل بالعلوش في الفور حاجه لوكس هاي كل يوم معك شايف يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الناس الكل والحمد لله يا ربي الحمد إن شاء الله قدرة ربي نحاولوا كيما ننفعوا بعضنا يعني نجم نشوفوا دي روسيت أنتم تبارتاجيو تبارك الله المنفعة تحصل كيما تراو بالنسبة للرو مش نخليها ليجير دونك ماهيش نعملها مكبوسة برشا كيف كيف في صورة تحبوا تخليوها تعملوها مكبوسة تنجموا تزيدوها الفرينة طون بور طون يعني 60 غرام فرينة على 60 غرام زبدة ولا مارغرين ومن بعد هذايا الشو ديبار نتاعها شو لايف خير من تيلي كونتاكت ديريكت مع الناس ما نعرفش عليك كيفاش بديت الصوص بشاميل يا شيف بالنسبة للصوص ما زدت ما بديتهاش دونك حطيت طون بور طون بون ما وزنتش بالميزان من خلال الخبرة نعرف في الشو مش كيما في السكرية مش كيما في السالي خلطت الفرينة مع المارغرين ها باش نزيد كيف كيف باش نوريك يعني باش نزيد شوية فرينة هكا دوبلاش هاي العملية هاي العملية نوز ابيتويي سيغ لايف تو لي جور اي كومون فا سو باسي بور بلو تار مديحة بقدرة ربي ان شاء الله نحاول نعمل لايف حتى يكون لايف قصير ان شاء الله يوميا نحاول نعطيكم روسيت نعطيكم استوس نعطيكم حاجه نكون موجود معاكم احنا كيفاش نقولوا تقابلنا في اللايف وان شاء الله نكملوا ربي يداوم عشرتنا الناس الكل في اللايف به دونك هذيك الرو اللي هي طون بورتون ما بين
فرينا وزبدة ولا حطينا مارجرين، خلطنا البوليونيز هاي قاعدة تحضر. تو نوريكم الكولوراسيون، نوريكم كولوراسيون تاع هاي سيدي. طفيو عليها مسياج، فاض اللون، شوف محلاها، اللهم صل على النبي. كولوراسيون تاعها كيفاش؟ دونك السر انكم تطيبوا بمحبه، كما قلت لكم طيبوا بمحبه، تو قدره ربي كل شيء يجيكم به. باهي وقيت اللايف تو في رمضان ان شاء الله مدى ساعتين كل نهار، ومن بعد وقت بعد رمضان ان شاء الله تو نشوفوا كيفاش كان مثال في الويكاند، نحضروا لايف، نحاولوا بقدره ربي نكونوا ديما موجودين. باهي عندنا حليب ناتيلي باش نزيدوه الرو، اما يلزمني نحضرها قدامكم. نجبد الطرشون، يلزم باش ما تجيش فما دي غريمو. عملنا لايف دو طون ليو دو ترافاي كل يوم افيك بيان سور. ان شاء الله هنا تنحاول وين نبدا موجود، في اي حاجه نبدا موجود نعمل لكم لايف، تعيشوا معايا ليكسبيريونس كولينير كما قاعدين نشوفوا. ها فيزا فيزا نروح علينا شويه حليب pour éviter les grumeaux. Comme on s'ouvre le livre, حاولوا نكونوا موجودين. انتم كيف قولوا لنا على الدبره نتاعكم، قولوا لنا شنو حضرتوا وشنو عملتوا سورتو في رمضان و 15 يوم الثانيين. يبدا الانسان حاير، يبدا مش عارف شنو باش يعمل. اللي ما عندوش دبره هاوكا احنا نعطيوه دبره. شوفوا هو كان عندنا فلفل ابيض بريفيرونس فلفل ابيض، معناها الفلفل الابيض فما حتى مشكل. نحطوا شويه ملح ولا فيه سر نتاع البشاميل اللي هو زوز الطيب. زوز الطيب هاي حاضره لي زيبيس نتاع بالجميع، تقعهم في زهره على فيترين التيروار. نتاعو نرجعو على الغاز ونطيبوه دو بريفيرونس، نطيبوها بسياسه بسياسه باش ما تقعدش عندنا كل اللوغو نتاع الفرينه، اللوغو باتو شويه. انا باش نحاول هذيا مخرها هذيك، نشتري دابا حبيبي هذيا على يديا. البارح لحقنا في الفور، مشكلة في الملح، يجي ملح ينقص ملح. باه اهلا بيك شيف دو فرونس، يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين تابعوا فيا في اللايف. نقول لكم اللي قاعدين توا نحضروا في لازانيا، دونك عندنا البوليونيز هكا تحضر حضرت، وعنكور قاعد تحضر، البشاميل هاي كيف. باش نعطيكم زادة سيرت كيف باش تكون عندكم بشاميل بنينة وتعمل سيتوستين كيف. اهلا بيك شيف دو فرونس. هاي حطينا الفرينة والمارغرين طون بور طون، زدناهم الحليب. من بعد كيف باش كومو تو اي سيزوني البشاميل. باه غودن تاك، غودن تاك سامية، غودن مورغن. باه فواحنا شوية ملح، كان عندنا بوفر بلون سينو عملنا جوز الطيب نوا دو موسكات. نحضروا المعمول، هاي يمسك هذيا بعد، هذيا البوليونيز، وهاني معاكم، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا، قولوا لنا على الدبارة نتاعكم، اللي ما عندوش دبارة زاد كيف ينجم يقول لنا على الدبارة شنو نحضر اليوم، وإلا يتبع زاد كيف، باش نحضروا حاجات بنين برشا ساهلين، ناقص ملح خير من مالح، باه. سوبر شيف، بالطبيعة راهو حاجة مش كيما طيب مالحة كيما طيب مصوصة، مي جينيرالمون كي طيب مصوصة نجم من بعد نوريكي فيه يعني ناقصة شوية الملح. شربة فريك عالية، وقعتلنا كانيلوني بينار ريكوتا وسلاد مشوي، ريت لاحظتو شي حاجة يعني سبحان الله ليدونتيتي بتاعنا هذيك الطابعة بتاعنا اللي صطاتها من شوية من أول رمضان لآخر رمضان تكون موجودة هذيك الحاجة الباهية.
بعد هنا الصلصه نتاع قرنيط سابوني بنسبه الصلصه نتاع قرنيط. شوريكم ديتا نتاع البشاميل. دونك فما سر من الاسرار برشا يقول لك علاش حضرت راهي جات شايحه ما جاتش طايبه. سهله العمليه بالسياسه بالسياسه. فنحضروها مرعبنا هذه الحاجه الاولانيه. والحاجه الثانيه اللي راهو قبل ما طيبها في الفوق ماذا بيك دو بريفيرونس تم تغطيها صوص بشاميل. نجمو نزيدوها اي بيان سور يا امينه باش نزيدها فروماج. نجمو نزيدوها نغطيوها بالالمنيوم بلوتو قبل ما نحطوها تطيب. هذه باش تطفي عليها نرمي الامور هذا باش اكثر رمضان توا فيها كان شرب. اي اخر رمضان سيرتو بالحق اخر رمضان يعني اكريتو مش كيما اول رمضان. اول رمضان كانت كوزينه معبيه كنت معبي انواع ليزيبيس والواحد الكل محطوط لهنا. من بعد وليت نفرغ كوزينه خليها فاضيه وسيرتو في الكازين الثانيه واحد ولا خير في الكبارة. خليوها في السياسه بسياسه رجع قريب مش خطيب ما عادش بيها عقده برشا. شبيك تحرك من غير ما تشعل الغاز فيليا الغاز يشعل عمل اثر فيك رمضان الاثر عمل شربه وسلطه وبريك وبوكسي وديسير تيراميسو. هاي صح صح الازهر. دونك كيما قلت لكم سيرتو بالنسبه ليكم في رمضان تنجموا للي ما عندوش دباره ينجم يتبعنا يعطينا رايه في دباره. لازانيا 100 كريم فريش هاي سامية يعني تنجموا تحضروا بالطريقة اللي تحبوها انتوما سيرتو اللازانيا. كل واحد يتفنن فيها كل واحد عنده الطريقة نتاعو. باه تو باش نبداو في الكونفيكسيون نتاع بارتليوم تشيش بقرنيطة وتشيش بقرنيطة ويحضر سلاطة قرنيط كيف كيف سليمة. هاي سليمة هم ناقلين على بعضنا بريك سويبا بلوغوتا في فور وكوردون بلو بصوص شامبينيون صحة وبشفي. باه نغسل يديا. دونك كيما قلت لكم راكم تنجمو تحضروا اللازانيا كيما تحبوا نتوما بالطريقة نتاعكم يعني انتوما شنو تشتيو. حركوها مليح مليح خليوها بحذانا. نجيبو توا بلاتو نتاع الفور نتاع اللازانيا. بالنسبة للازانيا اخترنا لكم لازانيا الوردة دونك سهلة العملية. سلاد تونة فيش هاي هاو بلا المو سامية انا نحاول نترجمو بلا المو به كيما قلت لكم وراك لازانيا بحذانا ميزان بلاس كلها هاي حاضرة. هذي نجيبوها هكا هاي سيدي. والعملية باش تكون سهلة نزيد نستويو الكوجينة شاي الزيت اللي محشناش بيه ننظفوه. الفرينة سكينة نجيبو الفرماج. بالنسبة للفرماج دونك اخترت لكم ميلونج باريلا هاي خدت لكم ميلونج عندنا 100% موزاريلا نتاع لوندور وخدينا 100% ايمونتال. هلا نطيهم مع بعضهم شو محليهم هذوما صغير ونيت باهي سيمي ما يفهموش محليها كوجين ديك سوايع باهي سهلة العملية. دونك تعال نخلط فيها من بكري في سفيسة كيما ترى ماهيش عاقدة. نحطها هنا بحذايا باش ما نخبي عليكم حتى شيء باش تنظمون هكا نورمالمون كل شيء واضح. منساش انت نزيد نقرب التليفون محليه معونك نتاع تيبي شاهي باه. دونك لي تابلو لاني باش نحطو الصوص بشاميل هذا لي تابلو لا
دونك اون باراليل نتوما حاولوا تابوني ومن بعد انا طبعا نحاول نجاوبكم على السؤالات نتاعكم كل. ناخذ بابي باش ندخل لجنيف باش من بعد اموان تبدا بريزونتابل وتشهي شيف تخلي في سيدي دريف اي بيان سور الازهر في سيدي دريف باه ورقة لازانيا باش نقصو منها دوبلاش هكا تبوها بالسياسة هذا كريم فريش سينيا اي ما هو انا نحاول نتبع شوية ترجمة بالنسبة لل باه ناخذ ورق لازانيا باش نحاول نعطيهم تدريبة خفيفة باش يكونوا فرد قياس هكا تكون امبيكابل كيما تراو فيها باه وين الوش الأخرى هذا الثاني نحطو توا اللحم المفروم بولونيز هاوك اللي يحب يجي ياكل يشق فتره معانا مرحبا صح لي كل يوم شين شق فترك يحضر على بكري والله يسمع شق فتره يحضر على بكري اما ديما وقت الدريساج نخليه يقعد باش يقعد وما سخون فما كيلكو فينيسيون نعملهم من بعد هي الاستيس نتاع قسام الورقة عالية من بعد باش نزيدو نكررو نفس العملية نتاع الصوص بالشمال وسيرتو من بعد هي البات باش تشرب الصوص باش تبدا راوية وفما كيف كيف الاستيس الثانية اللي نجمو نصمتو الوراق نتاع اللازانيا باش كل واحد كيفاش مش يعرفو يطيبو يجي معاه حبق اي بيان سور يجي معاه حبق باش نحطو فرماش كيما تراو للي ما شافش هاوكا هاوكا هاكا اوضح زعما بالكريب تجي باهية اي تجي باهية راهو بالكريب يعني فما 1500 طريقة راهو لتحضير لازانيا فما لازانيا تاع كريب تجي بنينة انا كنت بالنسبة لل يحضر على بكري على خاطرنا اي والله على خاطركم نحضر على بكري عشان نمشخشخ بالفرماج باش نكرروا نفس العملية نفس العملية وريحة الجرين نحطو لحم مفروم هذه لازانيا تتكل فيسا فيسا وحدة تتكل شاف نهار ناخو دوم سليمون نهار نقلة في الدريف مهيام بيريكس منين ولا بيريكس من هاد الويل ده هزيتهم لا حليش عمال توس نفقات هاني قاعد مازلت سمية يعني بزيسة بزيسة سمية به دونك كرروا نفس العملية شوية صوص بشكل هذا شو اللي هو بوركوا دو بلاتو ولا اي بلاتو الشقان فضل بلاتو اللي يكتب ربي فهمت هذاك علاش مديحة ما طيبوهاش لي فو تاع لازانيا كيما قلت لكم تنجم طيبها لي فو تاع لازانيا بات من غير هذه ولا اللي نعملو افيك لي ما بات فريش كل بربي ولا لازر انت والوقت زيادة كان عندك وقت تنجم تحضر بات فريش مي هذيك سا ديبون مي حتى بالنسبة لي انا الكاليتي تاع الوردة يعني مستانس نحضر بها لازانيا والحق تجي بنينة برشا باش نكرروا نفس العملية كما قاعدين نشوفوا نزيدوا الصوص بالشمال لازانيا تحبش تقشف دلها بجبن والحم مي بيان سور
كيما قلت لكم باش نكرروا نفس العملية هاكا، وسيرتو في رمضان راكم تراو برشا برشا يحبوا يعني مع شغال الفطر كان درجين ربع ساعة، ما احناش قاعدين نشقوا فطرنا في برشا وقت. علاش؟ على خاطر توا الكازينة الثانية واحد ولا ما عادش يحب ياكل برشا، دونك مع حطينا جبن 100% موتزاريلا لوندور، زدت خلطتو 100% مونتاج هيك مشخش بالجبن، باش نزيدها كوش اخرى ما يسالش شكون قاعد يحسب. تروا كوش شاف وصلت، هاي سليمه قاعده تحسب تروا كوش، هو جينيرالمون يعني تروا كوش تروا كات كوش يكونوا ايديال، ما يسالش على خاطركم ابريتو بالنسبه لينا. يعني انا زيت اليوم لازاني دبل على خاطركم، يعني نحضروا كيما قلت لكم بالطريقه نتاعنا اللي نحبوا عليها غير كوش. هاك اللي يحب يبني ثالث على الرابع ما نفوتوش، ثالث ولا الرابع. والكوش الرابع كيف باش تكون؟ باش تكون عليها كلها صوص بشاميل، باش نحطو لها في المقشة. وكما قلت لكم يعني تنجموا تحضروا لازانيا على الطريقة نتاعكم المفيد، احنا هاكا نحاولوا نوريكم كيفاش نجموا تحضروا هيك مشخشخة كلها فرماج. للي يحب يجي لازانيا مرحبا، صحة وبشفاء. مديحة هاكا لازانيا تحب تاكل مرحبا به. مازلنا معاكم نظفوا كوجينا زادة كيف اليوم مخلط الصحة يا شيف، برافو أمين. باهي اللي خلط علينا قاعدين نحضروا في لازانيا، باش نظفوا كوجينا كالعادة نحيي الزيت الكل، وقبل ما باش نحطوها طيب باش نغطيها بالألمنيوم. دونك علاش نغطيها بالألمنيوم؟ سيرتو بالنسبة للصوص باش من بعد طيب ترجع عليها الفابور نتاعها تبدا سوب على الاخر الباك نتاع اللازانيا. نحيو الزيت الكل من هنا، باه هذا البلاتو باش ناخذ الالمنيوم، رولو الالمنيوم، رولو الالمنيوم. لافونتاج نتاعو هاكا طيب، ديجا ما ملناش صوص طوماط. باه بالنسبة للألمنيوم يعني وقت الكويسون هاكا طيب تحضر بيه، مي وقت الكونسيرفاسيون ماذا بيك ليه، خاطر من بعد وقت اللي ديكاجي الألمنيوم نقولو احنا يمرض برشا، يقولك ما استعملش الألمنيوم. علاش ما حطيتش صوص للطبقة الأخرى؟ والله بالنسبة للصوص تاع الطبقة الأخرى سليمة اللي هي تاع الجراتيناج، يعني دو بريفيرونس نحطو فيها صوص بالشمال ونزيدوها الفرماج، يعني ما نحطوش فيها صوص البوليونيز. ده انت ليا هيا حاضر، ما ننزلوش برشا، تكرروا نفس العملية بيرفلو الالمنيوم. خاطر سيرتو بالفابور من بعد تضرب يعني الالمنيوم بيصير ايفابوراسيون وقت الكويسون، باش تضرب في الباروا نتاع الالمنيوم باش يعاود يرجع، دونك باش تحسر السخان. هذا بالنسبة للازانيا، باش ننزلوها طول ديريكتومون طيب، عندنا الفور سيزيام سونس نتاع ويربول، دونك خذها تربي فيسا فيسا تكون لازانيا على 161. كيف نقولكم شنو باش نكملو باش نزيدو نحضرو. باهي نهزو لي بون تاع لازانيا، الفور سيزيام سونس ويربول يعاونك في كل شيء، يعني عنده 150 بروغرام هاكا دوزيام بلاتو. صحة وبشفاء، والله ما يغلى عليك ما يغلى على حتى حد، مديحة وحاضر ريزيرفي البلاتو الثاني. هذاك علاش قلت لك احنا راهو جايين في رمضان، يقول لك يعني نحضروا ماكلة كيما المرة اللي فاتت حضرت كسكسي للي باش يكتب ربي، أي إنسان باش يكتب ربي بشكل صحة وبشفاء.
دونك هذاك رزق ما عند ربي صراحه. شاف الفتره عندك اليوم مرحبا بك، فما حتى مشكل اللي يحب يجي يشق فترو مرحبا به. سيزيام سونس دونك انت سيزيام سونس 180 والوقت نحطو 30 مينوت بريسك، هي عندها 25 30 مينوت، 5 مينوت بور شوفي لو فور و 25 مينوت للكويسون. دونك بالنسبه للازانيا هيك في الفور حاضره، اللي قاعد تراي في الحامة فروم واحد راهو كيف نجم نحضروا به مكرونه، نجم نحضروا به اي حاجه. مشكور شيف يعطيك الصحه. كما قلت لكم راني نعمل جو، كي نتوما تخليو كومونتيرات، كي نتوما تفعلوا معايا في الـ في, الـ في اللايف انا نعمل جو به. نسيت الكل نحيوا طب باش نحضروا، باش نحضروا السلطه. هاي سيدي ميرسي للي خلط علينا باش يتبع يشوف كيفاش شربت العدس بربي. حضرناها من قبل سميه تنجم تفرج في الرديف، ولا سينون سيلا فما شربت العسل اللي تترحاه، فما شربت العسل اللي ما تترحاش. دونك فما بليزيور بوسيت هاي نحاولوا نوريكم كيفاش. ميرسي به زيت كيما قلت لكم حاولوا نحيوه. هاكا باش تقعد لنا توجينا نضيفة، نجيبو الكتوب، نبداو نحضرو السلايطة. السلايطة باش تكون على طريقة كيما قلت لكم على طريقتي أنا، يعني كيما أنا نحبها، فهمت العملية؟ ومن بعد نتوما تنجمو تحضرو كيما تحبو نتوما، يعني أنا نعطيكم الفيزيون تاعي نتاع البلا على طريقتي، دونك أما فاسون، قلت لكم كي تفكروشي أول مرة. وتقوم راكم شقدوا تسمعوا برشا 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 مرات حكيت اما فاسون به. عندنا شويه بصل نعملوا جو سيتو في قصان، راهو ما نحكيكمش كيفاش نجموا تعملوا جو في القصان نتاع الخضره. نسيب بصل بحذاكم هني نسوي بصل به. قبل كل شيء حضرت بطاطا بيوري مع البيوري، باش نوريكم شنو باش نعمل بالضبط. بربي القرنيط اللي حطيته شايح وقليته من الاول كان تعمل مزيع، عطينا طريقة تشيح القرنيط. يا فاطمة يا فاطمة ايش باش نحكي لك طريقة تشيح القرنيط، المهم البرانسيب واحنا نتصرفوا بيان سور يمين. فاطمة طاول القرنيط شايح امبوسيبل باش نحطو عليه، يعني حطينا حتى نحطو على القرنيط الفريش باش نحطو شايح. قرنيط الشايح هذا وجينا نلمو في قرق ما يشيحوه، يتشيح على الشريطة بالسكينة مواضية كيما نتاعك سمية. هاي هاكا اللهم صل على النبي سكينة مواضية ومرها مريقلة، هاكا ضربة المرة اللي فاتت والمفيد واحد يبدا عامل جو به. باش ناخذ شوية باش نغسل يديا تو يجي في رمضان مشكلة ما نجمش ندوق الماكلة حارة مالح ما فهمت شيء في الفحات. باهي فاطمة هاي راهو جينيرالمون الفحات ماذا بينا ما نكثروش برشا الفحات، مي بسيسة بسيسة كل واحد كيفاش مستانس. باهي باش نحطو باش نزيدو شوية حليب تدينا ليس البطاطا وبطاطا دو بريفيرونس هذاك كيف نعطيكم اسكيوس الكويسون تاع البطاطا. ماذا بينا ديما ما بارد، ما بارد تحضير البطاطا يغلي يعني ناخذوا ما بارد نحطوا البطاطا نخليوها تغلي نملحوها الماء يعني الماء يتملح، ومن بعد في سيسه وهي سخونه نعديوها على الباسوار باش تولي هكا في الباسوار تولي ليس. باه نشوفوا فوقها بشويه ملح دوبلي شوف لك حب شدة مشتي مش نسيتو اللي قلت لكم الترفيس. دونك كريمة نتاع الترفيس هاي كريمة كريم دي تروف ديما الحاجة الأولى اللي تجلب العين للشاف هي سكينة مخصن. والله أنا قلت لكم راهو غرامنا سكيكن ما نحكيكمش، يعني أول حاجة نجراو عليها
بيتوه في الماء والملح ومن بعد شيحوه ليلة. اي القرن شاي هاي بطبيعة بيت الماء والملح ومن بعد شيحوه على الشريطة ويتفقدوه، فهمت جينيرالمون يعني في قرنة شيحوه باش ياخذوا شوية كريم دو تروف دو بلاش هكا هذيك زيت شوية ياخد. انا باش جينيرالمون نحب كريم دو تروف اللي هو الترفيس، موجود عندنا في تونس راهو ترفيس، مي عندنا ترفيس راهو الابيض وعندنا ترفيس الاخر وكله منفعة سورتو بالنسبة للإنسان. كما تراو هكا خلطناها وسيو مغالي سكيكة مسراها. علاش؟ والله سكيكة خاطر يعني مالوغوزمون البريباراسيون باش يحضروا باش يعملوا الماتريال في الليزي باش يحضروا سكيكة ديما يكون غالي، والسكينة يلزمها تكون تقعد ديما إيجيزي يعني ماضية. دونك على قد السكينة ما تبدا دمارك وإيجيزي ما تسحقش باش تمضيها. هذا ريحته قوية، أي لازم ريحته قوية تريف. خليو البطاطا لهنا اللي هي حاضرة، قاسين شوية البصل، ناخذو طمطومة حمرا فريشكا، نتعداو توا للقصان، به، هاي سيدي، بسم الله، نتعداو زادا كيف كيف منين شريت ترفيس، والله موجود ترفيس نورمالمون ديبو يتباع صغار في لي ماغازان في لي كرون سيرفاس. موجود سينو كان ساق ترفيس مريم ميسيل اجا تعطيك شويه ترفيس حكه مازالت تكفي تبارك الله. نحيو زريعه توا نحكيو على طماطم، فما شكون يقول خلي زريعه نحينا زريعه كيما البارح زاد كيف قالوا خلي زريعه راه زريعه كلها منفع للبدن، هي زريعه نتاع الفلفل نجين شيف باريزيان بيان سور ترفيس كله منفع للبدن. توا باش نحضروا سلايطه باش نتعداو للقصان، طمطومة، قرين فلفل، هذيك المرة الليل، ريت شربة وحدة وحدة، يا القرنيت، القرنيت يا مديحة، ما نحكيلكش القرنيت توا سيرتو كيما قلتلكم الفريشك، باه، القصان الصغير هو اللي باش يخلينا عندينا خلينا ناكلو بعينينا بالنسبة للقصان الصغير. دونك على قد ما نقصو سلاطة جويدة على قد ما تشبهنا في الماكلة. وأنا بيرسونيلمون وقلت الناس كلها راهي تاكل بعينيها يكذب عليك، عايشك شايف قلب كبير وربي يعطيك الخير. دونك كيما قلتلكم على قد ما تقصو خضرة جويدة على قد ما تبدا في الفيزويل باهي. دي طمطومات اللي تكعب طماطم بركة الله ما شاء الله شنو تعمل. هذي طمطم حاضر تعديو شي الفلفل طول تقول علينا شاف جربة نفرحو بيك ان شاء الله. والله ان شاء الله ديما نطلع جربة مين نطلع كاين خدمة الله غالب. دونك يا الأزهر عايش خويا به قص سي الفلفل ونزيد نعاود نقول لكم راهو القصان جويد هو اللي يخلينا شاش قولك كل واحد يقول لك منين جهة هو وشنو هو البلا اللي متميز به الجهة. اي اي نبداو فما حتى مشكل، هاي كل واحد يقول لنا منين جهة وشنو هو البلا اللي متميز به الجهة، ومن بعد هكا مطالب باش يكون هو الامباسادور نتاع الجهة نتاعو وهو باش يعطينا الطريقه نتاع الاعداد نتاع الطبق هذاك. وبوركوا با هكا نجمو من بعد نبارطاجيوه البلا هذاك ويكون موجود وهكا تحصل المنفعة للناس الكل. والله يعطيك الصحة يا مينا. دونك حاجة باهية برشا، فكرة حلوة برشا، وانا تعرفوني ما نقولش ليه الأفكار باهية. هاكا على حكاية الجروب هنا أونكور، وتوا نبداو كل واحد يقول لنا منين جهة شنو هو البلا اللي معروف بها الجهة نتاعو. دونك عندنا 24 ولاية، من 24 ولاية كل واحد يقولنا منين
جربها الرز جربي اي لا لقيتها هي فيسع فيسع الرز جربي اي نسيت لي زول نسيت كل شيء فيسع فيسع ثم يا صوص الشبتية على كسكي الفرفوشة على برشا حاجات اللي يكونوا حاضرين مع في البلا الكل هاي سمية اللي هي في سيسا لقاتها زربة روز زربي فيسا فيسا ما سهل العملية زربة سرمولة قولونا كل واحد من جهة اللي هو فيها يقولنا شنو الفلا اللي معروف بطبيعة وتحية للناس الكل يتابعوا فينا من جهة الكل بزارة كسكسي راس مناني هاي وكاسكروت لبلابي وبرشا حكايات موجودة في بنزرت تحية بنزرت البلايس الكل اللي موجودين في تونس قفصة حسية مستورة هاي وبنين برشا حسية مستورة مسفيق شكرا متاعنا كسي بحوت جربة عملوا لكم مصفوف حابط الحلاوة مصفوف حابط الحلاوة هاي دونك هو اي حاجة به هي فكرة حلوة برشا ان خدت ربي كل واحد يقولنا بيني خيار نابل شكشوكة وقلية بالعسيدة بيضة هاي هكا من كل بلاصة كل واحد يقولنا شنو هي الحاجة اللي مسياسين يحضروها والمنفعة تحصل للناس الكل وهكا نحاولوا بالبصمة نتاعنا تونس نكونوا نعرفوا بالماكلة الزمنية نتاعنا تراثنا بعاداتنا بتقاليدنا تاريخنا الحاجات اللي من قاع الخابية هذيك اللي هي تقعد الحاجات اللي جدودنا كانوا يحضروهم واللي توا ولاو من المنسيات يعني الماكلة الزمنية القديمة ولات بالحق من المنسيات ما عادش نتفكروا دقيقة ولينا كنا لوجو على حاجة لفيزيتي بنزرت مخرونة ديالي هاي موجودة برشا سيكون في بنزرت يعني موجودة برشا حاجات راه يمين الكيف بلا برزقين كيف ياي تو بلا برزقين طريف سردينة في العيد شرمولة هاي ليلة شرمولة ريتو يعني كما قلت لكم اول نهار المطبخ التونسي راه غني برشا بالاكلات البنينة المعروفة اللي نجمو احنا نخليوها كما الفرنساوي يجيك يقول لك ايجا ونقول لك نوتر كويزين فرونسيز نذوقك هاو سبيسيالتي فرونسيز البوتي فو يقول لك راه هذه راهي سبيسيالتي نتاعنا احنا كيف ماذا بينا زاد كيف حتى في الضيافة حتى في الريستورونات حتى في الوتلة وين من الحاجات الزمنية يعني توا برشا من الناس ما عادش يحضروا كل الحاجات الزمنية وليت منسية ناخذ شوية مهنوس يكون مهنوس هذايا الزميتة بنزارة رشتة نجارة اي نجارة باش نخلي نسير شي راني غسلت الخضرة اما ديما نحاول نغسل منسجة ماء نقص المغنوس بالكيف لا برزقين كافي شنيا دبارة شاف اليوم بالنسبة اليوم قاعدين توا قاعد نحضر في سلطة القرنيت كيما قاعدين نشوفوا قسينا فلفل عنا شيش بالقرنيت عنا لازانيا في الفور هكا عندي فور مناسني كابسة سيدة بالورقة حمراء هاي تو كيما لي بلا الكل راهو هاي يا سيدي بسيط نسألكم سؤال هاي الكسكسي كسكسي معاش انا باللحم ولا كسكسي بالحم كل واحد كيفاش يحضرو هكا ما عندناش لي ريسيت نو سون با كوديفيي في تونس ما عندناش كيقولوا مطبخ تونسي صحيح غني برشا ونشتركوا في برشا حاجات مي ما عندناش حاجه اللي هي نقولوا احنا خلي المطبخ نتاعنا مقيد راه غسالة سمية به برافو شيف عندي سؤال نحب نشري تواجن تي كاسرول تنجمشي شنو نختار ايجا كنت هتشري عندي اخت الكيت كامل نتاع الكوجينة عندي موجود كنت هتاخدو به ادويدة نقولولها في صفاقس باش نتعداو الكميلة نتاع التزيين نتاع السلاطة وسيرتو القصان تعملو جو كيما قلت لكم تحياتي الناس الكل ديال تونس امين مرحبا الناس الكل اللي تابعوا فينا واللي خالتو قاعدين نحضروا
في سلطة نتاع قرنيط. بالنسبة للسلطة نتاع قرنيط الطريقة تختلف من بلاصة لبلاصة، دونك نتوما هاكا كيما تحبوا تحضروها نجموا تحضروها. قد ما نقصوا شوي احنا بطبيعتنا رانا ناكلوا بعينينا، يعني قد ما نقصوا شوي قد ما فمك الكولوراسيون اللي تبدا بنينه نتاع الخضره. الكسي 20 او هاي كسي 20 او كيما قلت لكم. بول كسكسي 20 نوع، يعني احنا بركه في الكسكسي ما عندناش الوصفه الصحيحه، ما عندكش شكون واحد يقول لك لا تحط الكسكسي الاولاني، واحد انا مثلا نفوه الكسكسي، او شكون يقول لك ما تفوهش الكسكسي، يعني هاو الطريق طرق نتاع الاختلاف نتاعنا قبل كل شيء في بلا بركه كسكسي. احنا المره اللي فاتت كان تفكروشي حكينا على العجه، يعني على العجه بركه زاد برشا اختلفوا رفيق. شنو هو المنيو رفيق؟ اهلا بيك رفيق. بالنسبه للمنيو عندنا تشيش بالقرنيط، وعندنا سلطه قرنيط، عندنا لازانيا، وعندنا موس بالقهوة. من بعد هتو تشوفوا تعطيونا رايكم به. خليك الخضرة نمدوها نغسلو يدينا كالعادة. هنا المغرب كيما حوالكم، شنو حوالكم؟ والله الحمد لله لاباس، إن شاء الله تكونوا لاباس، وأنا تهيأ أهل المغرب وتزايروا المغرب العربي كل به. نتعداو نسير قرنيط تو، نسير قرنيط. عندنا بارتي هذيك باش نزينها باش نحطهم بعد الدريساج، نوريكم كيفاش بالبطاطا، والبارتي هذيا باش نقصها. دونك جينيرالمون زاد قرنيط برشا شوفو شكون ينحيلو الجلدة، أنا دو بريفيرونس منحيلوش الجلدة، نحبو كي ياخد الجلدة. سا دون بار و دوتر بار، فما شكون يطيبو برشا، أنا منحبش القرنيط يطيب على الآخر يعني يولي مهل ما عادش تاكل جمل. انا سلطة قرنيط نعملو كان بصل والمعدنوس كيما قلت لكم ليلي، يعني هاو كان نعطيكم شنو هو الطريقة نتاع التحضير. ما فما شكون يقصو اوندي برشا، ما نحبش زادا كيف كيف اوندي، نحب يكونو المستويات هكايا كيما قاعدين نشوفو هكا. شو احليهم هذايا باش نزينو بيه من بعد شوية، نقولكم كيفاش باش تزين سلاطنا تاع القرنيط. دونك السلاطة سيرتو في بورت بياس نجمو نزينوها، هيا سيدي هيا هكا هيا هكا هكا سلاطة القرنيط باه. ناخذو بول خليه للديكور، هذا هكا هذا لهنا، البصل نحطو من غادي بجنب القرنيط، بيوري موجودة، نحاولو نحيو الزيت الكل، نظفو البلونش. دونك يعطيك الصحة. نوريكم من بعد بسياسة بسياسة غريس دو بوف بور لي فريت وين نجم نلقى غريس دو بوف. ليلى تونس هلك هما جابوا منها في تونس ومن بعد نحاها مي تونس هلك، نقول لك وين بالضبط ان شاء الله دوب مناقه لانفورماسيون نبعث لك ميساج به. بعد تو الدريساج باش تبوني بسيسه بسيسه كيف باش نعمل دريساج باهي وسهل برشا ومزيان. بالنسبه للسيزونمون نتاع سلطه القرنيط، دونك فما شكون ابار يحط يزيد شويه ثوم، فما شكون يزيد النعناع، انا باش نزيد شويه النعناع شايح، نجيب لكم شويه النعناع شايح ونجي.
بيس دو بوف، نجيبو كا لو دريساج، نوريكم دريساج باهي، يعمل ست حصون كيف، هاي سيدي هذوما لي زاسيت. لي زاسيت الكل تنجم تلقاهم في ميزون الموند، دونك للي يحب شوا كبير برشا تاع عسيت خليهم بحذانا. قبل ما نتعدى الدرساج تاع البولب، شنو شاف عندك دكانة؟ هاي لا في الدار، قاعد نعمل في لايف في الدار، دونك هاكا من الصالة نمشي نجيب لايف عادي في الدار. باه خليو سلطة بار باش نتعديو للديسير قبل كل شيء، ومن بعد نقولكم تو نقولكم كيف باش نعملو دريساج نتاع نوريكم كيف باش نعملو دريساج نتاع سلطة القرنيت من بعد شوي. جوست تو نتعديو للديسير باش فيزا فيزا نخليوه يبرد، ومن بعد ندرسيو مع السلطة يكون المنيو كله حاضر فرد وقت. هاكا عملنا شوية شانجمون باش لي بلا الكل يبداو حاضرين فرد وقت. دونك ان توكا تي زاسيت سون تري بيل. ميرسي بوكو مليحه. باه عندنا كريم كافيه حاضره، دونك ديسير زاد كيف كيف تنجمو تلقاوه ديسير في باتيسري لاسين. باتيسري لاسين اللي خمت فيكم الكل، فما سون سكر فما لا ليجي، نتمنى ما يكونش سخن ماشي سخون. هنا بحذانا منين لي مول دو دريساج شيف لومبورت بيس هذوكم راهم موجودين نورمال. عندنا موس نتاع فروماج بيدو نحلو واش نزار. اي سي نزار، والله سي نزار الله يبارك خويا، حتى لو كان ما عندكش لومبورت بيس تو نجيبولك. سينيوريتا سينيوريتا تحية ليك سي، تحية ليك نزار يا غالي. عايش خويا. باه دينا موس نتاع فروماج باش تكون ليجي، باش نزيدوها الكريم نتاع الكافي. دونك انتوما تنجمو تجتهدو راهو في لي بريباراسيون، اي حاجة تنجمو تجتهدو فيها راهو راك وحدة فيكم بريسيت، ماذا بيه يحاول يسهل لكم لو ماكسيموم، يعني سهل لو ماكسيموم باش انتوما او موا تاخدو ريزولتا باهي. باه كي شطر بشطر خليني شطر بشطر، شطر موس تاع فروماج وشطر موس تاع كافي. باش نبداو الدريساج. بالنسبه للدريساج تاو باش تابعوني بسيسة بسيسة، هابطو كاميرا دوبليش. هاي سيدي باش نحطو البارتي هاذي هاكا هني، باش نقيموها لهني هاكا، من بعد اليد من بورتو بيس نجيب البسكوي ونوريكم كيفاش باش نحضروها. هاي سيري بنسيتك، جبت البسكوي انا سلاد بولب نحط لها بصل به وجل كيما قلت لكم، راه الطريقه نتاع ديت تاع سلاد بولب راه كل واحد كيفاش يحب يحضر الطريقه نتاعو. احنا المفيد نعطيو المنفعه او نعطيو الفائده باش تحصل للناس الكل، نوريهم كيفاش يحضروا على الطريقه نتاعي انا اللي راها صافي، نتوما تنجم تعجبكم وتنجم تعملوا فيها اي شونجمون. البسكوي دونك ديجا لونغ دو شا سون غلوتين من باتيسري لاسير كيف نجمو بعد نعملو بيه تيراميسو. اسلام شايف ضربة اثنين دوسيت عشرين فريكاسي، الدوسيت عشرين فريكاسي ان شاء الله تم عطيه في ميساج ميساج من بعد حاضرين نكملو لايف. باه باش ناخذو ليتاب لولانية باش يكون ام بي بي لونغ دو شا
باش ناخذوا امتي كولي عندنا صوص تاع الفرويتير بالشوكولاته. باش نعملوا اوستركي به كيف كيف نجمو تنبيبيوها في القهوه، مي باش ما يبداش لوغو برونسي برشا برشا. كما قلت لكم الدريساج هذا يعني خرجنا شويه من الدريساج العادي اللي موجود تلقاه في فيرين ولا تلقاه في موجود. احنا خرجنا من الدريساج العادي باش نحاولوا باش نوريكم دريساج على الطريقه نتاعنا. دونك نكملوا في الشوكولاته هكا خاطر باش ما يبداش البسكوي اليوم. تو نجرب الروسيت نتاعك شيف بيان سور، جرب وقول لي رايك. هذا زيت الله يهوك بعدين بسم الله. باش ناخذ الموس تاع الفرماج والموس نتاع الكافي نحاولو نعملو خط هكايا نتبعوها بسياسة بسياسة. نكرر نفس العملية. هاكا عندنا النكهة نتاع الفرماج وعندنا النكهة بوش. بالطبيعة كان عندنا دو بريفيرونس بوش ساعات اللي بوش تابل ما يساعدكمش في الخدمة. نحاولوا المفيد بالامكانيات اللي موجوده باش نعملوا حاجه باهيه. باش نغطيها بالموس نتاع الفرماج والموس نتاع القهوه المفيد. نهاو كولوراسيون اللي حبيت لها سي كوا لا مارك نتاع الشوكولاته. باه اليوم تو نجرب المارك نتاع الشوكولاته. دونك خدمت بالفرويتير باش نزيدو الشوكولاته باش نكرو نفس العمليه كيما قاعدين نشوفو. باش ناخدو بسكويت والاولانية حطينا اربعة الثانية باش نحطو جست نمسح يديا. السلام عليكم. نجاح من كيرات ماركة كوليتير نكرر نفس العملية. بالسياسة بالسياسة كيف كيف نزيدو فيسا فيسا شوية شوكولاتة. نزيد شوية توبينغ نتاع مور فرويتير باش نكسر كولور دو بلاش. وباش نعاود نعمل نفس العملية اللي حضرناها بكري. موس القهوة هذي بالنسبة للديسير. بالطبيعة الديسير لازم يكون مهدي تبع بسياسة بسياسة. ريتشوسي يا بخي على البرومير ايتاج. لا سيرتو كيما قلت لكم الديسير يعني تنجموا تحاولوا تتفنوا فيه. نفس العملية فيسا فيسا.
ان دريساج رابيدوس. به ان دريساج رابيدوس هاوكا فيسع فيسع فيسع. هاي هاني جاي على الفور، دونك هات الفور هاوكا يقول لي اي ايجا راهو اللازانيا حضرت. علاش قلت لكم ساعات وقت الدريساج نحاول فيسا فيسا نبدل من السلاطه مشينا للديسير باش هما لي بلان الكل يبداو دريسي حاضرين. باش كيف كيف نجمو نعملو امتي رابير من هني كلكو روزاس باش تكمل في الكونتينيتي. دونك هاكا نورمالمون الديسير شايف ربي هبط شويه البورتابل باش نشوفوك. هيا سيدي سامحوني، ها دونك كيما قاعدين نشوفو هكا بسياسة بسياسة قاعدين ندور. من بعد هذاك وقت الدريساج الاخريني نزيدو نعملو امتي رابيل كيلكو غوت كيف كيف نجمو دوبلاش منكثروش. المير نزيدو المير منكثروش. هكا يكون عندكم ديسير يعمل 66 كيف توري في تنفور تابي. اي والله نفسي لك قلت توري في لسه يأثر في رمضان يمينا فريمون برافو. هو هذا سير كيما تراوه سهل ان دريساج كريزي كريزي فوت. شايف شام عملتلنا في الباج بتاع فيسبوك اللي قلت عليها يعطيك الصح. دونك هذا ديسير باش نخليه ابار نمشي للفور. فور هذا عيطلي هاني جاي كاني جاي هاني جاي حاجه باهيه في الفول والله بالحق ما تنقش في كوجينه وحدك عندك فول تبارك الله سيزيام سونس في البول يعاونك في كل شيء يذكرك اللي تصور فيك انت كل يعيط لك يا ودي ايش يا ودي ايش بيت زي كل الحاضر هيوا هذا سير هذايا باش نمشي نحطو فوق الطاوله باش يقعد ما شاء الله عليك شاهدنا اللي يحب ديسير هاو حاضر وصحة وشفاء. مرحبا بكم والله ديسير ما يغليش عليكم. به حطوا في الخطار ونجيكم. ها يا سيدي نحيو الزيت الكل كل في الكل. دونك شطر الكوجينة ديما اورغانيزاسيون. نبدا نخليو البولب لومبورت بيسا لهنا سكينة. هاني جايك يا عم الفول هاني جايك انتوما قولوا لنا شنو رايكم سيرتو سي لا مارك كيفي سون شارم. اي والله سي لا مارك كيفي سون شارم صحيح يعني ويربول اونسيني كبيره برشا وقت راه واحد يدل روحه في الكوجينه البلاك ويربول الفور لوت كل شيء ويربول. هذا سي تي مارك سي تي مارك سو ريسبكت وين نجم نلقى بيكون مهدي الواتي مهدي فما في لي غرون سيرفاس موجود البيكون يا اخي تسكن وحدك ليه في اللايف يخلوني وحدي في اللايف ما يدروش بيا في اللايف ما نجمش ندخل ما يدخل معايا حد حط في الكوشين هذاك علاش باه. هاي سيدي مازالك توا باش نحيو الالمنيوم تاع اللازانيا باش نخليوه تعمل باه. انا قلت لكم ما نخبي عليكم حتى شيء باش نخرج. هاي والله هاي انجي كاني هاي سيدي هذا هي لافون غو الاولاني نتاع لازانيا باش نحيو الالمنيوم. دونك جوست توا باش نخليوها تعمل شويه غراتيناج على خاطر الوقت نتاع اللازانيا نتاع الكويسون حضر. هيا قدامكم لازانيا شايف الفور ديما ديما 180 بالنسبه للازانيا. دونك باش نرجعها تعمل شويه غراتيناج باش نحي الالمنيوم نحيناه
وانت هديه تو الدريساج نتاع السلاد دو بولب. بالنسبه للسلاد دو بولب كما قلت لكم يعني فما 100 ان غوسيت للدريساج. باش نوريكم الطريقه الاولانيه، نزيد نوريكم طريقه اخرى، ومن بعد نتوما هكا تختار به. دونك بنادم برشا والله النظام هذاك اشتر كوشينه. دونك ليتاب الاولانيه بالنسبه للدريساج، باش ناخذوا طريف بيوري هنا في الوسط، باش نحطوا البورت بيس، باش نكرروا نفس العمليه في الجناب باش تكون هذيك بازا تاع سلات. دونك جينيرالمون في الريستورانات كلها هاكا تلقاو سلاد دو بول بتاعو في الدريساج، تلقاو ديما فيها شويه بطاطا، باش تاخذ الفوليوم لوتور. مو قاعدين نشوف فيا كيف شبيك من توا مش تهمرها، ومن بعد كيفاش سخنها تجيك مش بنينه. ميساج على خاطركم يعني باش نطيبها كامله، باش نعمل الجراتيناج كامل على خاطركم. بالنسبه لللازانيا دونك ما تعمل جراتيناج باش نتوما تشوفوها، حتى الدريساج نتاع لي بلا باش ندرسيه توا. باش ناخذ بالنسبه للسيزونمون فيها وريقات نتاع العناء، نغسلوهم كالعادة كيما قلت لكم المرة اللي فاتت باش العناء يخرج الريحة البنينة اللي فيه هكا. دونك كيما لي بارمان زادا كيف كيف لي بارمان يعني يعملوها الطريقة هاذيا. ناخدو شوية ملح، شوية زيت، زيت نجمة يعني كيف كيف مش كاين كويسون بركة حتى لا سيزونمون تاع السلاطة. نخلطو مليح مليح و نوريكم الطريقة كيف كيف تلقاوها تاع تحضير سلاطة. دونك ديما هاكا يقولك والله خيط سلاطة تاع بول و ملقيت فيها حتى شيء، ليه؟ راهو اجتهاد، راهو دريساج. هذا هو الدريساج اللي تلقاه في الريستورونات. من بعد باش ناخذ البولب، يا مرة ذي باش يقول يوصلنا لسون كاتروفان، قلت لك فور منظم، هذيك الحاجة الباهية في الفور سيزيام سونس نتاع ويربول، أنو يعيش معاك. ايش معاك اللحظة دريساج. نحاولوا نوديكم طريقة تاع تقديم تاع سلاطة سهلة مهلة بنينة وتشهي. نعملو امتيرا فيل زادا كيف كيف من هنا بيوري سي بوغ افواغ بلو دو غو. مديحة توا طوندونس ماذا بيك تقول لنا شيف اشاك فوا كي تحط حاجه في فور قداش يلزمها وقت اي على 4 ديغري بي رونج ان بو لو بلون دو ترافاي بور كو تو ترافاي اليز. برافو ليلى. دونك كيما قلت لكم هذايا الدريساج نتاع سلاد دو بولب، سهله مهله ام تيرابيل هكا تاع دوبليش شويه نتاع الخضرة باش يذكروك اللي انت محضر سلاد دو بولب. اي توب. دونك هكا سلايطة تاع بولب ان شاء الله تعجبكم. هذا هي الدريساج الاولين باه باش نخليوها بحذنا. بالنسبة للبلان دو ترافاي يعني هذاك هو البلان دو ترافاي بحذاكم باش نديلكم تصويرة واضحة. نتعداو للدريساج اللي من بعدو. الدريساج اللي من بعدو ناخدو صحن كبير، باش نزيدو نحلوها نرخفوها شوية في البولي.
هنا ليه دريساج توا حدا كيمشيو لبلاصه من بلايصه تراو باش تلقاو الدريساج هذايا باش يقول لك سلاد دو بول بسيغ ناشي كذا وكذا ونبداو عاد التسميات الغريبه العجيبه اللي نلقاو به باش نحطو البوري تروفي باش نكرو نفس العمليه وبيان نبدلو فرد مره الدريساج سيمي ميجري برافو نوريكم دريساج هكا ونوريكم دريساج واحد اخر سيرتو اللي على فون ابيض خير سيرتو اللي انا قاعد ندريسي اي جو مامبروفيز يعني معاكم مانيش قاعد محضر له الدريساج هذا مي جيسي اني حتى بالوقت هذه بارتي الاولى هذه صبان تاع القرنيط نتبعها قبل صبان القرنيط باش ناخذ شويه بصل اللي قصيناه بكري جوانح تفاح كارو نفس نحطو كي هكا واضح ام تي رابيل من فوق كيلكو هكا نمسحو زيت هكا الصحة الدريساج هذايا هاكا دريساج كي سور دو لوردينير شوية موش كيما مستانسين بيه هادي الأولاني دريساج بلوتو ثاني إي فوالا كيلكو توش دو شيف بيان سور كيلكو توش دو شيف موجودين هاكا حاجة غاسترو دريساج غاسترو نتاع شايف كيفاش نفوحو سلاطة نتاع البول مخلطتش من الاول مهدي خويا بالنسبة للفاح نتاع سلاطة دو بول مسحقش برشا فاح شوية ملح شوية فلاح شوية زيت نتعديو للدريساج هذايا ونعاود نستويه فرد مرة باش يكون باهي سيرتو باش نقولكم راه حدا في الريستورونات راه تلقاو ديما شاف يبدا يدريسي ويعاود يدريسي ويعاود يدريسي ويعاود يقول لكم ما عجبنيش ميم سين توماس عاد تقولوا راه عجبكم الحاجه مي ديما الفيزيون تاع الشيف مش كيف كيف باه بيرو تبدا ليس وين نلقى ريكاب تاع سيت فيديو جو فيان جوست داريفي للي خلات علينا توا ما لقاش ما تبعش من الاول ينجم يتفرج من بعد يلقى رديف على الفيسبوك في الشين يوتيوب شيف مؤمن بن يونس يلقاها موجود باه قلت لكم يعني يميل اي غوسيت يميل اي فاصون سورتو بالنسبه للدريساج بعد كيف كيف ان بتي غابيل هكا شنو هاك هكاك البلون مريم هذايا بيري نتاع بطاطا تروفي بالويل تروف دونك هذايا ان اوتر دريساج هذا كيف كيف نتاع سلاد دو بول دونك عملنا تروا دريساج نتاع سلاد دو بول هاتا نطفو زي الكل نحيو من بعدين نوريكم بالضبط شنو حضرنا اليوم على الدبارة نتاع اليوم شنو حضرنا من الكلام كل هذي الكل
هاي يا سيدي من سيدك بيوري مريم للجميع الكل اللي خلطوا عينا توا باش نوريهم بيوري نتاع بوم دو تير بيوري نوريكم انتريسان الاولاني نهيو زيت الكل عنا تشيش هذاك تو من بعد نصبوه نطيبوه من بعد شوية نطفو بون ترافاي بيوري نتاع بوم دو تير مهدي ثانك يو ار ويلكم باه هذا هي الدريساج الثاني تنوريكم بالسياسة بالسياسة الدريساج كل شيء هذاك الميكرو نجم تسموني الدريساج الثالث تاع السلاطة ثلاثة سلايد بالنسبة لل للي بلا يعني تبارك الله مزيانين تلقاهم في ميزون الموند دونك ان بتي كوكول سونيا ميزون الموند باه نجيبو الديسير شنو مازالنا؟ مازالنا ديسير حضرناه نجيبو نجي مازالتنا اللازاني باه سارة بن عاشور بون دو تير سيكل فيوند طبعا نشوف الفور عمل شوية جراتيناج باهي دونك عندنا شوربة تشيش بالقرنيط هذا هيا هنا بعد جوست نرميو الفريك عندنا الديسير هاو بلونك دو شا حاضر بنين بالكريمة نتاع القهوة عندنا سلاد دو بولب عملنا تروا فاسون تاع تحضير سلاد دو بولب وتقعد لنا لازانيا باش نجيب لازانيا شهيتنا فريمون سوبليم رانا صايمين والله ما نحكي لكمش نسيبنا بلا فريقي Ça se mange avec les yeux, ça c'est sûr, on mange avec les yeux. Je vous dis, fils à fils, un avant-goût, la lasagne. Et venez là, dans mon setup, c'est un kiff. Allez, c'est dit. Il y a des lasagnes. On va vous donner un peu comme d'or, fils à fils, fais les plats, elle est ahna, hadarne. Donc, ben c'est pas juste notre caméra. هاي سيدي عندنا لازانيا هيك مازالت من فوق حاضرة عندنا ديسير كما غاديين نشوفو السلاد دو بولب عندنا طريقة هذيا زدناها طريقة ثانية والطريقة الثالثة دونك ان شاء الله يعجبكم المنيو ما بقى لي كان باش نقول لكم كان يعطيكم الصحة وربي يفضلكم وربي يحفظكم نشكر الناس الكل اللي بارتاجيت الفيديو هذا الكل نشكر الناس الكل اللي تابع فيا على لايف يوميا الماضي ساعتين نقول لكم ان شاء الله كل نهار يجدد لقاء معنا يوميا باش يشاف بلوزيور اون بوزي لا كيسيون ابخي لو كونفينمون وين نجمو دوغ تا كوزين دونك ريستو باهي هذاك كل ان شاء الله بريفي ما يسيرش نجيبوكم بريفي نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا يوميا في سيار رمضان يعطيكم الصحة ربي يفضلكم ربي يحفظكم نشكر الناس الكل اللي بارتاجيو اللايف حازم بن عيسى راديو بون لونور خالد عويش تونيسكوب نشكر لي سبونسور الكل اللي لقيتهم في الكوجينة من ناتيلي من الوردة من ديالي من زيت نجمة من بونا من مليحة فرويتير فوركيتا لي زيبيستا بالجميع زهرة لا فيترين تيروار ويربول لا ميزون الموند الناس الكل يعطيهم الصحة نقول لكم راني نحبكم برشا برشا ربي يحفظكم وربي يفضلكم تابعوني من بعد في الدريساج نتاع لي بلا في الفيديو الصغير اللي نحطوه على الباج كان عندكم اي كيستيون تنجموا تسالوني في ميساج ونجاوبكم ربي يخليكم وراني نحبكم برشا برشا شهية طيبة اي ادومان ان شاء الله